بلغ القول أنه بعد 4 أيام من تحت الركام تم جلبها يعني بفضل الله يعني على قيد الحياة. هي طبعا في الطابق الثاني والعمارة 7 طوابق، يعني 7 طوابق فوقها. طبعا هذه الحالة يعني شبه معجزة، أن نتحدث عن أسماء مفيد البنا، تم مهندسة أسماء مفيد البنا تم خروجها من تحت أنقاض برج التاج بعد 4 أيام وهي الآن على قيد الحياة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تستمر على قيد الحياة. الحمد لله حتى الآن حالتها يعني مستقرة، تستجيب، بننادي عليها بتجيبنا، بتحرك إيديها بتحرك رجليها. إحنا أول ما يعني الفريق الإنقاذ هو كان بحفر، قدرنا نعرف إنه هي عايشة على حركة رجلها بعد 4 أيام من تحت الأنقاض. عرفنا اللي هي الوالدة فورا، تحتها كانت حاضنة أختي أسماء وبدت تحرك رجلها، فورا بدينا نحفر ونستخرجها من تحت الأنقاض، وفضل الله فورا الإسعاف كان متواجد وأخرجناها من تحت الأنقاض وهي حاليا تحت العناية المشددة.